توفيت عائلتان سوريتان من جراء إعصار دانيال الذي ضرب مناطق في ليبيا، وأفادت مواقع وصفحات محلية بوفاة عائلة سورية كاملة في مدينة درنة مكونة من 8 أشخاص، وهم محمد فراس قلعجي وزوجته وأولاده الستة، ووفاة عائلة سورية أخرى مكونة من 3 أشخاص وهم أم وأولادها الاثنان في المدينة أيضا. وصل الحديث عن فقدان العديد من العائلات السورية على خلفية الإعصار في ظل مناشدة ذويهم لمعرفة مصيرهم. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن واقع الجالية السورية والسوريون في ليبيا بعد الإعصار، معي الناطق عن الجالية السورية في ليبيا رائد البني. مرحبا بك رائد، معي من مصراتة. يعني بداية لو تحدثنا عن واقع السوريين في ليبيا بعد الإعصار الذي ضرب المنطقة. مرحبا فيك أستاذ حسام. اهلا بك. شيء صاحبي سيد رائد، هل تسمعني؟ نسمع. نعم تفضل. اول شيء يا اخي، تعليقا على الخبر ان انتقل عائلتين في خبر اكثر من هيك. نعم، ولذلك أريد التفاصيل، يعني هذا ما تم توثيقه إلى الآن وفاة العائلتين، ولكن ما هي أعداد الضحايا جراء هذا الإعصار؟ الأعداد اللي تقريبا شبه موثقة بالنسبة للسوريين في أكثر من 100 شخص موثقة بالأسماء حاليا. كم العدد؟ أكثر من 100 شخص بالنسبة للسوريين. بالنسبة للسوريين في ما يقارب ال 100 شخص بأسماء تمام، الزائد في اعداد مفقودة للسعادات. سيد رائد، يبدو ان هناك مشكله في الصوت، لحين ان تحل هذه المشكله انتقل الى فاطمه البنية، سوريه مقيمه في بنغازي بليبيا. مرحبا بك سيده فاطمه. يعني كما تحدث السيد رائد البني بان هناك ما يقارب 100 حاله وفاه بين السوريين الموجودين في ليبيا، تفاصيل اوفى عن هذا الامر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سورية مقيمة في منطقة البيضاء بين بنغازي وبين درنة. اهلا بك. قلت الحمد لله على سلامة. الحمد لله على والحمد لله تجاوزنا المصاب، وكان مصاب صعب يعني. بالنسبة للأعداد الوفيات تتجاوز 100، والمفقودين تتجاوز حتى 100 بعائلات أسمائهم عندي يعني أسماء بالأعداد، أسماء الآباء بالأولاد بالجميع. بالإضافة للأضرار المادية يلي مثلا الناس اللي قبل سيدة فاطمة، قبل أن ننتقل إلى الأضرار المادية، قلت بأن عدد الذين توفوا ما يقارب 100 شخص، وعدد المفقودين أيضا تجاوز 100 شخص، وأنتم وثقتم هذه الأسماء. إلى من أرسلتم هذه الأسماء؟ مع من تواصلتم لإيصال هذه المعلومات؟ هلا نحن حصلنا المعلومات من الناس المقيمه، كانت في درنه مقيمه في البيضاء. نعم. اقاربهم استفقون دوروا عليهم، يعني بهي الطريقه حصلنا الاسماء. ارسلنا، لم نرسل لاحد، انما نحن عم نحاول نجمع مع بعض كسوريين يعني مع اخوتنا الليبيين نتعاون الموضوع. ولكن الاسماء من عائلات، في عائلات بنغازي استفقدوا اهلهم دوروا عليهم، في عائلات بصراطة، في طرابلس، في طبرق، في درنة انقسمت بالنص، نصف سليم نصف تضرر. فهم نفسهم حتى عم يتواصلوا انه وين مثلا اخي، وين قرايبيني، بهالطريقه هاي.
نعم، وبالنسبة لي يعني المفقودين، هل هناك إلى الآن من الجالية السورية الموجودة في ليبيا أشخاص مفقودين لم يتم العثور عليهم إلى الآن؟ لم يتم العثور لا على جثثهم ولا على أي شيء آخر، كم هو العدد لأنه المتوقع؟ يعني مبدئيا حنقول 100 نحن، لأنه ما زال لسه البحث جاري، في ناس لسه نحن تواصلنا مع الناس ضمن معارفنا، ضمن نعم. ضمن الدائرة، تعتبر دائرة صغيرة مو دائرة كبيرة، يعني دائرة نعم نعم لامة، أو ممكن نجيب عدد أكبر من هيك، بس في مفقودين، في جثث طلعت، في مفقودين. نعم، إذا يعني بتصريح للسيد رائد البني، يعني عدد السوريين الذين قضوا من جراء الكارثة الطبيعية في ليبيا أكثر من 100 شخص، والمفقودين بحسب السيدة فاطمة البني أيضا ما يقارب 100 شخص، والأعداد قابلة للارتفاع. سيدة فاطمة، كنت تتحدثين عن الضحايا يعني في ليبيا وأيضا المفقودين والخسائر، يعني ما هي الخسائر المادية التي لحقت بالجالية السورية في ليبيا؟ الناس اللي نجوا بالأرواح فكان عندهم أضرار مادية في البيت، مثلا في أضرار سيارات، في أضرار في المحلات، في محل أخشاب ألمنيوم دخلت المي فقط عليه، هو بعيد عن المحل، هو كان مخزن، كانت خسارته تقارب النصف مليون، طبعا هو له يعني معه شركاء وهيك، فما يقدر نصف مليون خسارته. في كمان نفس الفكرة، أكثر المحلات الملابس، أكثر المحلات المادات الكهربائية دخلت المي، وكان في خسائر مادية. هذا عن خسائر البيوت، أو هيك عم نحكي عن الخسائر حتى التجارية. نعم، يعني كما نرى في الصور يعني الكارثة كبيرة، يعني مناطق في أكملها دمرت في ليبيا جراء هذا الفيضان. سأعود إليك فاطمة، ولكن أنتقل الآن إلى ضيفي بشار رمضان الأحمر، أيضا سوري مقيم في مصراتة. سيد بشار، ما هو الوضع؟ كيف هو التعاون بين السوريين في ليبيا لمساندة بعضهم البعض أمام هذه الكارثة الطبيعية؟ أهلا وسهلا أستاذ، الله يسعد لي مساعتك. أول شيء نعزي الشعب الليبي كامل، ونعزي الشعب السوري والجاليات المغتربة في ليبيا. الوضع كارثي وأكثر ما نتصور نحن، يعني أو ما يتحمله العقل. بالنسبة للأعداد السورية، المشكلة الوحيدة اللي منعاني منها نحن كسوريين أنه لا يوجد سفارة أو مصدر حكومي يسجل أعداد السوريين داخلين إلى ليبيا وتوزعهم في المناطق. فهي المصيبة الأكبر اللي ما قادرين نحن نحصر عليها، أو نحصر الأعداد اللي توفوا جراء الفيضان. بالنسبة للشعب السوري، قدر المستطاع هو شعب متعاون، حاول أنه يتعاون بشكل أو بآخر، أنه يساعد أخوة الليبيين، يساعد أخوة السوريين، المصريين كمان أعداد هائلة توفت المصريين رحمهم الله، طبعا رحم الله جميع. يعني كارثة كبيرة حلت في ليبيا، يعني الأعداد طبعاً إلى اليوم يقارب 6000 شخص للأسف قتلوا جراء هذا للأسف الفيضان. الأعداد أكبر من 6000. تفضل. نعم، والأعداد يعني مصدر حكومي في الحكومة الليبية قال أو توقع بأن تكون الأعداد أكثر من 20000 شخص قضوا جراء هذه الكارثة الطبيعية، للأسف آلاف المفقودين إلى الآن. كنت تقول بشار بأن هناك تعاون، يعني سوريين اللي نفدوا من، يعني اللي خلينا نقول اللي ما تضرروا من هذا الإعصار، كيف يقدمون المساعدة للسوريين المقيمين في المناطق التي تضررت من الإعصار مثل درنا وتلك المناطق؟ أنا أعرف بعض الشباب في الأسماء، يعني تطوع وذهبوا مع الليبيين من مدن. نعم. إلى يعني مصراتة تبعد عن درنة
حوالي 1200 كيلو. بعض الشباب من مصرات السوريين رافقوا الشباب الليبيين بذهابهم إلى درن لمساعدة المتضررين هناك، بغض النظر عن ليبي سوري. الشعب الليبي شعب يستاهل كل خير، إنسان محب للسلام، قدر الله ما شاء فعل. الشعب السوري مثله مثل أي شعوب تانية، حاول وشعوب وشباب يعني بالأسماء موثقة ذهبوا من مصراتة وذهبوا من طرابلس وذهبوا من المدن لمساعدة إخوانهم الليبيين لإجلاء هذه الكارثة العظيمة اللي حلت في الشعب الليبي والشعب السوري والشعب العربي بشكل عام. يعني نعم، يعني السوريون والليبيين يعني عاشوا لسنوات في ليبيا، وللأسف يعني كما تقاسموا يعني في الأيام الماضية الأيام السعيدة، واليوم يسندون بعضهم البعض أمام هذه الكارثة التي حلت في ليبيا وبالأخص في الجنوب الليبي. أعود إليك بشار وأنتقل إلى فاطمة. فاطمة، بالنسبة للتعاضد بين السوريين والليبيين لإنقاذ الأهالي وتقديم المساعدات، كما تحدث السيد بشار بأن السوريين موجودين في ليبيا توجهوا إلى المناطق التي ضربها الإعصار لتقديم المساعدة، ما هي المعلومات لديك أيضا؟ أول شغلة بس حبيت بس أوضح، نحن بالشرق الليبي، نحن في الشرق الليبي. نعم. والمصاب كان يبدأ من بنغازي. هلأ في شباب من بنغازي وعندي فيديوهات مصورة قدموا وقفوا مع الشباب وقفوا ساعدوهم. نحن عنا في منطقة البيضاء كمان نفس الشيء، في سوريين، في سوريات بالأصح دخلوا على مدارس اللي تجمعوا فيها الليبيين، العائلات السورية، العائلات الليبية عفوا، واستفسروا عن نواقصهم، عن احتياجاتهم. الشعب الليبي شعب عن جد يعني طيب، يعني يستحق انه نحن نقف معهم، ووقفنا نحن جزء بسيط من هن اللي عم بيقدموا لنا اياه. فعندي أنا حتى ناس ساهمت بالشباب، طلعت لدرني من بنغازي من البيضة ووقفوا مع الشباب تحت ويساعدوهم وحاولوا أنه يسندوهم. في ناس فتحت بيوتها واستقبلت عائلات كمان عندها في البيت. طبعا هدول يعني في مدارس استقبلت المنكوبين، وفي ناس فتحوا بيتهم واستقبلوا كمان الناس المنكوبين. سأعود إليك فاطمة بهذه الجزئية وأنتقل إلى الناطق باسم الجالية السورية في ليبيا رائد البني. يعني قلت بأنه وصل عدد الضحايا السوريين في ليبيا جراء الإعصار إلى نحو 100 قتيل إلى الآن، والمفقودين إلى أكثر من 100 شخص. تفاصيل أوفى لو سمحت. أستاذي، بالنسبة الضحايا في درني ما تفضلت، العدد القتلى هو فعلا اكثر من 100. نعم، والجميع موثق بالاسماء اليس كذلك؟ تقريبا في اسماء موثقه ما يقارب ال 100 اسم موثقين. 100 اسم موثق؟ تمام، تقريبا يعني ممكن تقريبا 100، ما عديتهم بالضبط لكن ممكن بال 100 هم 90 ما عديتهم بالاسم، لكن في تقريبا حوالي 100 هذول موثقين. طيب سيد رائد، يعني في اسماء ثانيه مفقوده ما زلنا نعجز عن انه نعرف مصيرها. نعم، طيب سيد رائد، يعني انت يعني كناطق عن الجاليه السوريه في ليبيا، يعني لماذا لم تنشروا هذه الاسماء؟ العديد من اقرباء واهالي السوريين موجودين في ليبيا يسالون عن ذويهم، خاصه هناك في درنا الاتصالات مقطوعه ولا يوجد انترنت والى اخره، يعني لكي يطمئن قلب الأهالي من يعني عند نشر هذه الأسماء، وأيضا تقدم التعازي لأهالي الذين قضوا جراء هذه الكارثة. أستاذي العزيز، أي أسماء تم التأكد والحصول على يعني أنه الجثة التقت، تم التواصل مع أهلها وتم دفنها وتم إعلامهم، تم فتح عزائهم، لكن اللي مازال مش ما مؤكد 100% ما بتقدر أنت تنشروا لو عندك تأكيد. معلومات، لكن مازال الجثة غير موجودة فيعتبر هذا مفقود بكل تأكيد. لكن اللي توثق وفاته أهلهم كلهم عرفوا، كلهم فتحوا عزاءهم ورحمهم الله. يعني الرحمة لأرواح الذين قضوا
في الإعصار سواء من السوريين موجودين في ليبيا وأيضا الليبيين، يعني أكثر من 6000 قتيل في ليبيا جراء هذه الكارثة الطبيعية. سيد رائد، يعني لو تحدثني عن يعني وقوف السوريين ومساندة السوريين لبعضهم البعض جراء هذه الكارثة، وأيضا للليبيين يعني كما ذكر السيد بشار رمضان الأحمر والسيدة فاطمة البني، هناك كان تكاتف بين السوريين مع بعضهم البعض وأيضا تجاه الليبيين لمساندة بعضهم أمام هذه الكارثة، كان هناك أي تنسيق لهذا الأمر أم أمر فقط هو شخصي ومن قبل مجموعات متفرقة؟ تمام، تقريبا يعني حسين نقول للاسف استاذ ما في اي جهات هي منسقه هذا الموضوع او اخر، نفتقد هذا الموضوع بوجود جمعيات او مؤسسات تقود اي حراك سوري، دائما هو حيكون عم يكون الفعل فعل تصرفات فرديه او مجموعات مثل ما تفضلت ما تعرف بعضها هي بتقدم المساعدات بتقدم اي شيء، يعني عم تكون هي فعل اشخاص عفويه بشكل عام. تمام، وبالنسبة سيد رائد، يبدو أن الاتصال أيضا قطع مع السيد رائد البني، يعني الاتصالات في ليبيا متقطعة للأسف جراء ما حدث بها. سيد بشار، يعني وثقت الأسماء كما ذكر السيد رائد وتم التواصل مع ذوي الضحايا وإبلاغهم بأسماء المتوفين، يعني نعم رائد البني أعلم مني بهذا الموضوع بحكم أنه هو أقدم مني في المنطقة وعنده معلومات أكثر عن الجالية السورية وعن يعني عن بعض الأفراد، فممكن يعني ممكن هو أعرف مني بهذه النقطة. نعم، قال بأنه وثق الأسماء وتواصل مع الأهالي وأقيم العزاء للأسف يعني على أرواح الضحايا. نعم، تعاون الشعب السوري مع الكارثة أو اللي حصلت حاليا، أنا على علم ببعض الشباب كان زواجهم غدا فلغوا الزواج نهائيا، يعني والأفراح يعني تعاطفا مع الشعب الليبي يعني او تعاطفا مع الشعب السوري. بالنسبه للاعداد انا برجع يعني ارجع اؤكد على هذا الموضوع انه عدم وجود منظمه حكوميه سوريه ترعى الجاليه السوريه فيه او دخول الشعب السوري او المواطن السوري دخوله الى ليبيا من دون توثيق بالاسماء، او لا يوجد سفاره يسجل فيها الاسماء، او لا يوجد قنصليه تسجل فيها الاسماء. كيف يدخل السوري الى ليبيا؟ يدخل عباره عن فيزا تشتري، بما معناه يعني انك انت تدفع تحصل مبلغ على فيزا من المال، تحصل على الفيزا تدخل ليبيا، لا يوجد سفاره توثق فيها ان انا داخل وخمس وعائلتي، نحن خمس افراد 10 افراد دخلوا كل يوم، يعني كل يوم تدخل طياره الى ليبيا محمله بالسوريين بحكم لا يوجد هناك احصائيه لعدد السوريين الموجودين في ليبيا. لا يوجد احصائيه لا يوجد هذا للاسف، هذا اللي نحن نعاني منها نحن كشعب سوري في ليبيا، نحن نعاني من هذه المشكله انه لا يوجد من يحصي اعداد السوريين في ليبيا وتوزعهم في المدن، يعني هذه كارثة على الشعب السوري. اليوم أقول لك توفى 5 سوريين من القابون، من برزة، من دمشق، من فهل هذه الأرقام صحيحة أو غير صحيحة؟ لا يوجد من أقارب لك كما وصلتنا معلومات. نعم نعم نعم، هو قريبي ابن عمي من عائلة الأحمر توفى. العمر لك سيد بشار، يطول عمرك والله يجعلها يا رب. الحمد لله الشفاعة لهم يا رب، للشعب الليبي وللشعب السوري والشعب المصري. امبارح قرية بني سويف 72 شخص من قرية واحدة مصريين بني سويف، يعني هذا الفرق اللي أنا بتكلم عنه، أنه نحن كشعب سوري لا يوجد لنا ممثلة
ممثل يعني للحكومة أنه يسجل الأسماء اللي موجودة اللي طيب دخلت على ليبيا. دعني بهذه النقطة سيد بشار أنتقل إلى السيد رائد البني. يعني أنت في الجالية السورية في ليبيا، يعني كما ذكر السيد بشار لا يوجد هناك منظمة أو مؤسسة معنية لتوثيق أسماء السوريين موجودين في ليبيا، يعني كيف يعني لماذا لم تتواصلوا كجالية سورية مع الحكومة الليبية للحصول على عدد السوريين الذين يدخلون إلى ليبيا على الأقل؟ يعني إذا سألتك اليوم كم عدد السوري موجودين في ليبيا؟ أستاذي أول شيء أنا اليوم نحن ما في عنا يعني أنا كشخصي أنا حاولت أتواصل بأكثر مرة مع الحكومة إنه نحن لازم نمثل نسوي أي هيئة تمثلنا لتكون صلة بيننا وبين الحكومة. لحد هلا نحن ما عندنا أي هيئة يعني فقط نحن فقط سيد رائد يعني فقط يعني فقط يعني لمعرفة أعداد السوريين موجودين في ليبيا للاطلاع على أوضاعهم. ما في صفة أن الحكومة تخاطبك فيها. أنت اليوم ما في صفة الحكومة تخاطبك فيها لأنه أنت ما في أي هيكل إنه أنت لما بتخاطب الحكومة في صفتك شو شق مواطن سوري. نعم سيد رائد. ليش تتساءل سيد رائد؟ نعم يعني شكرا لكم على هذه الجهود. إذا كما ذكر السيد رائد البني الناطق عن الجالية السورية في ليبيا بأن عدد الوفيات وثق بالأسماء 100 شخص جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا، وأيضا عدد المفقودين تجاوز 100 شخص. نتمنى الرحمة لجميع الضحايا من السوريين والمصريين والليبيين الذين حلت بهم الكارثة، وعدد الضحايا من الأشقاء الليبيين تجاوز 6000 شخص، وجميع الضحايا من جميع الجنسيات الموجودة في ليبيا. الشكر موصول لضيفي رائد البني الناطق عن الجالية السورية في ليبيا، وأيضا بشار رمضان الأحمر سوري مقيم في ليبيا، وأيضا الشكر موصول لفاطمة البني سورية مقيمة في بنغازي. وفي ملفنا الثاني سنناقش تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن المحاكم الميدانية ضد النشطاء والمعارضين.